السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة خمسة؟ النهاردة إن شاء الله معدنا مع الجزء الثاني أو الدرس الثاني في الوحدة الأولى. الجزء ده بيبقى خاص بالقاعدة، القاعدة اللي هي هناخدها النهاردة إن شاء الله زمن الماضي البسيط. والوحدة طبعا احنا عارفين بعنوان at the campsite. at the campsite يعني في المعسكر او في موقع المعسكر. تعالوا نتعرف على الكلمات الخاصة النهاردة في درسنا. الانشطة في المعسكر listen to stories يعني يستمع الى القصص. انا عندي قصص يعني stories، قصة واحدة story، قصة story، قصص stories. يستمع إلى القصص listen to stories. يضحك على النكت يعني لما حد بيقول نكتة ونضحك عليها laugh at jokes. jokes اللي هي نكت، جمع نكتة، نكتة واحدة اسمها joke. play cards يعني يلعب كوتشينة. عندي cards يعني كوتشينة طبعا كلنا عارفينها. يتسلق الجبل climb a mountain يبقى climb a mountain. البي هنا سايلنت، اي ام بعدها بي مش بتتنطق، البي بتبقى صامته ملهاش صوت يعني مش بتتنطق، صامته سايلنت. climb a mountain ما نقولش climb، لا climb a mountain. watch the sunrise. طبعا احنا عارفين watch يعني يشاهد، sunrise اللي شروق الشمس، يبقى يشاهد شروق الشمس يعني watch the sunrise. عندي يطبخ وجبة الفطار cook breakfast. طبعا عارفين cook وbreakfast اللي هي الفطار. وعندي لو يطبخ الغداء cook lunch، لو يطبخ العشاء cook dinner. يغسل الأواني والطاسات اللي هي الحلل والطاسات يعني wash the pots and pans اللي هي الحلل أو الأواني، pans اللي هي الطاسات، يبقى wash the pots and pans يعني يغسل الأواني والطاسات. clean the tent يعني ينظف، tent اللي هي الخيمة، يبقى ينظف الخيمة clean the tent. دي الكلمات بتاعتنا الأنشطة في المعسكر، والمفروض ان احنا بنحفظهم علشان طبعا لما بحل أسئلة بيبقى محتاجة الفعل اللي بيجي مع الكلمة، مثلا نقط a mountain يبقى climb a mountain، او climb نقط يبقى climb a mountain. تعالوا نشوف اللي بعده. طبعا اللي هي الستركشرز، القاعدة بتاعتنا. الزمن ده الأول مرة بناخده، مهم جدا جدا وهيستمر معانا لبعدين، يبقى لازم نفهمه من دلوقتي. انا عندي الماضي. الماضي يعني ايه؟ يعني مثلا اكلت، لعبت، شربت، جرينا، ماما جابت، بابا جاب، اختي عملت، اخويا عمل او ما عملناش. هنشوف زمن الماضي البسيط مع الافعال المنتظمة. دلوقتي موعدنا مع الافعال المنتظمة بس. الافعال المنتظمة اللي هي الماضي اساسا هو التصريف الثاني للفعل، بنحط له في اخره يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي اي دي، يا اما اي دي يا اما دي يا اما اي اي دي. ده بنتكلم عن الفعل المنتظم بس. في الجمله بتبدا بالفعل، يعني مثلا play تبقى played. اهي جايب مثال he played football. شايفين play عملنا فيها ايه؟ حطينا في اخرها اي دي، دي ادتني الماضي يعني هو لعب كورة. طب لما نيجي ننفي، ننفي بديدنت. ديدنت بيجي بعدها الفعل بدون اي اضافات، يعني he didn't play football. طبعا هنا play حشنا الاي دي وحطينا didn't يعني هو ملعبش كرة، كده هو ملعبش. لكن لو لعب يبقى نحط للفعل في اخره اي دي. لما نيجي نسأل بنبدأ بديد، هنا بمعنى هل، هل هو لعب؟ يبقى did he play. يبقى لاحظوا حاجة، مع did او didn't، ادي didn't وادي did بعدهم الفعل بدون اي اضافات.
ولا ED ولا ING ولا S ولا أي حاجة. يبقى مع did أو didn't الفعل بدون أي إضافات. بستخدم didn't علشان أقول الحاجة دي ما حصلتش. بستخدم did في أول الجملة معناها هل. تعالوا هنا نشوف بالتفصيل. عند الماضي بنحط له في آخره ED أو D. لو هو آخره E زي بيت يخبز بنحط لها في آخرها دي بس علشان آخرها E. طب watch آخرها CH عادية يبقى نحط ED. هو كده اسمه الماضي المنتظم. تعالوا نشوف الأفعال أهي زي كوك. شايفين كوك؟ تبقى كوكت. هنا كوك يطبخ، كوكت طبخ. طب أنا طبخت الفطار يبقى I cooked breakfast. عندي يستمع listen، الماضي بتاعها listened. listen ماضيها listened. عملنا ايه فيها؟ حطينا في اخرها ED بمعنى استمع. طيب يضحك laugh. هنا يضحك. طب ضحك وخلص يبقى laughed. حطينا اخرها ED. بصوا climbed برضو ED. watch يشاهد watched شاهد. play طبعا played. wash يغسل washed. الأفعال دي كلها منتظمة بنحط في آخرها ED. clean ينظف طبعا هنا الماضي منها cleaned. ينادي أو يتصل called. شايفين ED برضو في آخرها. bake علشان آخرها حرف الإي بنحط دي بس تبقى baked اللي هي خبزة. يخبز bake، خبزة baked. هنا ده فعل شاذ. هنا فعل شاذ كان الماضي بتاعها كود. ده غير منتظم، ده مش تبع القاعدة بتاعتنا. مش هنا مش حطيت له دي، لا هو شكل تاني منه. نشوف حاجة غيرها. احنا قلنا بنحط ED وبنحط دي. تعالوا نشوف امتى بنحط ID في اخر الفعل. الفعل اللي بينتهي بواي ليه حالتين، الواي قبلها حرف ساكن او متحرك. الحروف المتحركة خمسة اللي هما الـ A E I O U. الحروف المتحركة خمسة A E I O U والباقي بنقول عليه ساكن. يبقى خمسة متحركة والباقي ساكن. طب الواي قبلها حرف ساكن بنحذفها بقى الواي ونحط مكانها I ونضيف الـ ED. شايفين study إيه اللي قبل الواي؟ حرف D. طبعا الدي ساكن مش متحرك، لذلك قلبنا الواي لاي وضفنا ED. يبقى لما يبقى قبل الواي حرف ساكن بنحذفها ونحط ID. لكن لو قبلها متحرك زي كلمة play طبعا حطينا ED علشان كان قبل الواي حرف الاي. الافعال الغير منتظمة دي بتتحفظ زي ما هي، ودي هناخدها طبعا في الوحدات اللي جاية. زي مثلا do ماضيها did، go ماضيها went، ولا ضفنا ED ولا دي ولا ID. شكل تاني خالص. هنا بصوا للصورة دي، هنا استمعوا الى القصص يبقى they listened to stories. هنا listened علشان استمعوا. هنا دي ماما طبخت الفطار، طبخت وخلصت يبقى my mother cooked breakfast. my mother cooked breakfast يبقى هنا طبخت الفطار. هنا طبعا مفيش حاجة في الماضي بالذات، مفيش مفرد ولا جمع. هنا I و you و he و she و it و we و they. لما نيجي ننفي ب did not أو didn't وبعدها الفعل بدون أي إضافات. يعني did و didn't مش بيحبوا الفعل في الماضي، بيحبوا الفعل في المصدر اللي هو بدون أي إضافات. بيقول لنا بنستخدم didn't في النفي ويجي بعدها مصدر الفعل. زي she didn't watch the sunrise. she didn't watch the sunrise يعني هي ما شهدتش شروق الشمس. طبعا لو عندي اختيارات في الجملة الكلمات دي هي اللي بتنفعني بتفيدني علشان اعرف اختار. عندي كلمة امس اللي امبارح يعني yesterday امبارح yesterday. عندي الماضي يعني الماضي last. لما اقول الاسبوع الماضي يعني last week. لما اقول الشهر الماضي last month. السنة الماضية last year. كمان معايا كلمة ago يعني منذ،
منذ مثلا يومين يبقى two days ago. منذ شهر يبقى a month ago. منذ ساعتين يبقى two hours ago. الثلاث كلمات دول بيدلوا على الماضي. طبعا لما نيجي نسأل بنبدأ بديد. ديد عندي هنا بمعنى هل. لما نبدأ بيها الجملة معناها هل. ديد بتيجي مع كل الضمائر المفرد والجمع. ديد اي، ديد يو، ديد هي، ديد شي، ديد ات، ديد وي، ديد ذي، مع كل الضمائر. لاحظوا مع ديد في السؤال وديدنت في النفي الفعل بدون اي اضافات. احنا دايما بنقول تدخل ديد بنشيل الاد، تدخل ديد نشيل الاد. ديد مش عايزه معاها الفعل في نفس الجمله، مش عايزاه في الماضي. يعني ديد ومعاها كوك وواتش. يعني اقول مثلا did you cook breakfast او did she watch the sunrise. الاجابه بتبقى yes لو سالنا عن you بتتحول لاي. لو سالنا به او احمد او اي اسم ولد يبقى هي. لو سالنا عن اسم بنت يبقى شي. لو سالنا مثلا عن غير عاقل يبقى ات. يبقى خلي بالنا yes وبعدين الفعل. مثال مثلا did you watch the sunrise، هل انت شاهدت شروق الشمس؟ لو انا شاهدته يبقى اقول yes I did. لاحظوا ان you بتتحول ل I. لو ما شاهدتوش هقول no I didn't. اهم جزء عندنا طبعا اللي هو حل التمرينات، علشان ده بيخليني اشوف انا فهمت الدرس ولا لا. طب نشوف اول جملة هنا. طبعا ده اختيار بيقول لي did you visit your uncle. did you visit your uncle؟ شايفين اهو مع did الفعل في المصدر اللي هو visit بدون اي اضافات. هنا اقول yes I. يا ترى did ولا do ولا don't ولا didn't؟ طبعا yes I did هنا علشان سألني بdid. number two she listened to stories yesterday. She listened to stories yesterday. الجملة دي منفية. منفية طبعا او في الماضي. عرفتها منين من الماضي؟ من كلمة yesterday. yesterday اللي هي امبارح. لما يبقى عندي yesterday في الجملة يبقى معنى كده ان منفي بس في الماضي. عندي is ولا didn't ولا does ولا doesn't. طبعا مع yesterday بختار didn't. 3 my sister the tent yesterday. my sister the tent yesterday. الجملة دي في الماضي. هتقول لي عرفت منين؟ اقول لك علشان كلمة yesterday امبارح. يا ترى cleaned ولا cleans؟ clean cleaning. طبعا احنا قلنا yesterday يبقى امبارح يعني الماضي، يعني الفعل اللي في اخره ed او دي. number four my brother Rami didn't. احنا قلنا بعد did او didn't بيجي الفعل بدون اي اضافات. يا ترى climb climbs climbed climbing. طبعا الفعل بدون اي اضافات، دي في اخرها s، دي اخرها ed، ودي اخرها ing. اللي مش اخرها حاجة اللي هي climb هي الفعل في المصدر. بعد didn't بيجي الفعل بدون اي اضافات. طبعا هنا عندي circle the odd one word and replace it with a correct one. هنا بنجي اربع كلمات، الاربع كلمات فيهم واحدة مختلفة عن الثلاثة الباقيين. بنحط حواليها دايرة ونجيب واحدة مكانها تمشي مع الثلاثة الباقيين، يعني تتناسب معاهم، تبقى متفقة معاهم. عندي cook listen climb tent. cook يطبخ، listen يستمع، climb يتسلق، تنت خيمة. انا عندي ثلاث افعال وفي واحدة مش فعل اللي هي طبعا تنت، ونجيب مكانها اي فعل، اي فعل انت حافظه، لو بلاي لو ريد لو ران لو اي فعل، وليكن مثلا بلاي يعني يلعب. نمبر تو كوك بوكس بينز بنسلز. كوك يعني يطبخ، بوكس كتب، pins أقلام، pencils أقلام رصاص. طبعا المختلفة فيهم cook علشان دي فعل، أما الباقيين مش أفعال.
دي أدوات مدرسية، نجيب أي أداة زيهم، مثلا ولتكن كراسة أو كراسات عشان هما جمع. كراسات يعني نوت بوكس، نوت بوكس يعني كراسات. 3 بوتس اللي هي الأواني أو الحلل، ماونتن جبل، بار حديقة، هوم منزل. طبعا هنا بانت جدا وظاهرة جدا اللي هي مختلف عنهم، اللي هي كلمة بوتس علشان هي دي مش مكان، ونجيب مكان يمشي مع الثلاثة الباقيين، وليكن مثلا سكول أو أي مكان تاني ينفع. ولو جبت زو تمام. نمبر 4 كات، إليفانت، مونكي، بريكفاست. تاني كات طبعا عارفينها، إليفانت فيل، مونكي اللي هو القرد، بريكفاست اللي هو الفطار. طبعا المختلفة ظهرت جدا اللي هي بريكفاست الفطار. ونجيب أي حيوان، لو عندنا أسد لايم، لو عندنا معزة جوت، لو عندنا كلب دوج، أي حيوان. 5 لاف اللي يضحك، 6 9 10 دي مش عايزة أي مجهود طبعا. المختلفة لاف اللي يضحك، ونجيب أي رقم من 1 لمليون عندنا، وليكن مثلا 4. السؤال اللي بعده تشوز، ده بيبقى على القاعدة برضو. نمبر 1 هي didn't watch them. طبعا watch ذا ايه الكلمات اللي انا قلت احفظوهم، اللي هي الجمل watch ذا sunrise ولا hours ولا jokes ولا laugh. طبعا watch ذا sunrise. نمبر 2 we didn't، احنا قلنا بعد did و didn't الفعل بدون اي اضافات، the mountain، وهم مش عايز هنا قاعدة، ده على الكلمات climb the mountain ولا cook the mountain ولا watch the mountain ولا listen the mountain. طبعا climb the mountain. 3 he likes to listen at، listen for، listen to، listen of. طبعا هنا listen. نمبر 4 you want eggs نبيلة. yes I did. yes I did هنا عرفتني انا هسأل بايه، يا ترى هسأل بدو ولا did ولا is ولا are. هنا هسأل بديد علشان كانت الاجابة بديد. شوف اللي بعدها، ده ترتيب عندي هنا، ترتيب كلمات علشان يديني جملة مفيدة. do that رودينا don't، يبقى هنبدأ هنا بdon't. طبعا هنقول don't do that رودينا، ما تعمليش كده يا رودينا، don't do that رودينا. number 2 did she when lunch cook. بعد when بتبقى did على طول في السؤال في الماضي، عندي when يبقى when did she أو when did he أو when did you، when did وأي فعل، يبقى when did she والباقي جه لوحده cook lunch. number 3 the tent did you clean، يبقى احنا قلنا did you والباقي جه معانا clean the tent، يبقى did you clean the tent. number 4 breakfast she cooks our، طبعا شي فاعل وبعدين فعل، يبقى شي كوكس والباقية جت لوحدها، يبقى شي كوكس اور بريكفاست، شي كوكس اور بريكفاست. اللي بعده عندي هنا هنكتب باراجراف من اكتر من جملة، وده يا جماعة بيبقى من الدروس. يعني مثلا هنا عندي دول بيطبخوا، اقول they are cooking breakfast، مثلا they are happy، they listen to stories، they watch the sunrise، they are at a camp. اكتر من جملة، يعني هم في معسكر، زي اهي شايفين ماسك قصة، يبقى they listen to stories، they are cooking eggs، شايفة بيضة نهوف بيطبخ في الاناء، مثلا they are at a camp، هم في معسكر. وكده خلص الدرس التاني. ياريت ان شاء الله لما يعجبكم كده تعملوا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.